الفيديو ده عن أخطاء أفلام صناعها عملوا الأخطاء دي بشكل متعمد. تعالوا نتعرف مع بعض على الأخطاء دي وليه صناع الأفلام دي عملوها. نيمس بوم هاني رمزي المفروض إنه هو ظابط وبيعمل كبس على شقة الدار علشان يقبض على الناس اللي فيها. بواب بيقول له إن شقة الدار رقم 9، لكن الرقم اللي متعلق على الباب بيفلت وبيتقلب وبتبقى 6 مش 9. فهو بيدخل الشقة الغلط وبيقبض على الناس غلط، لكن هو طالع بيجي يقفل الباب 9 بتتقلب تاني 6 وبيكتشف الخطأ اللي هو عمله. لكن لو رجعنا تاني هنلاحظ حاجة، واللي خد باله منها أحد أصدقاء القناة، مكان المسمار اللي متثبت بيه الرقم اتغير. ده غير ان هو مش منطقي ان الرقم يتقلب مرتين، وهو خطأ ترتيبها مقصود، عاملينه مخصوص عشان هاني رمزي يبان ان هو اكتشف الخطأ بتاعه. ذا ماتريكس لو لاحظتوا ان المشهد ده في لقطات بيبقى فيه صور من الناحية دي وفي لقطات تانية ما فيهاش الصور ده. خطأ التتابع ده كانوا عاملينه بشكل متعمد، وهو انهم شالوا الصور في اللقطات دي علشان يبان الحركات اللي هو بيعملها وهو بيضرب العربية بالسيف. يعني هما شالوا الصور مخصوص وعادوا المشهد تاني بالحركات اللي هو بيعملها عشان بس تبان من الكاميرا دي. تيرنت الجزء الهندي بالفيلم كان فيه سخريه من افوره السينما الهنديه، وكان كل حاجه في السيجمنت دي كانت بتقول كده، ومن ضمنها المشهد بتاع نط احمد مكي واللي هو اتنفذ بشكل سيء عن عمد، واللي لفت نظر احد اصدقاء القناه لما رموا عروسه بشكل واضح بدل منه على اساس ان هو اللي بينط، كتريقه على اللي بيحصل في الافلام الهندي، زيها زي السهم اللي اخترق جسمه فضل عايش. دانكيرك لما الناس لاحظت ان في خطا تاريخي في الفيلم، وهو ان الطيارات الالمانيه كانش فيها اصفر في الوقت ده، اعترف المخرج بالخطا ده وقال انه كان مدرك الحقيقه دي وهو بيعمل الفيلم، لكنه اضطر يعمل الخطا التاريخي ده مخصوص. وكان السبب ورا ان هو عمل كده ان الناس تقدر تميز ما بين الطيارات الالمانيه والطيارات الثانيه اثناء المشاهد اللي في الجو. فيلم الممر طبعا كلكم خدتوا بالكم من الخطا بتاع احمد صلاح حسني اللي حلق شعر راسه ودقنه طويله. الممثل ده في الحقيقه بيحلق شعر راسه على طول، وده اختيار بيلجأ ليه كتير من الناس الصلاه، وبالنسبه لهم بيبقى شكلهم افضل وبيبقوا مستريحين كده عن ان الشعر من الجناب يبقى طويل ومن فوق مفيش حاجه. فالممثل قرر ان هو يتمسك باللوك كده، وفي الاخر الفيلم انتهى بالخطا الغريب ده، انهم كانوا في ظروف صعبه منعتهم انهم حتى يحلقوا دقنهم ومنهم هو، وفي نفس الوقت كان قادر يحلق شعر راسه. ستريبتيز اثناء ما هي بترقص بيبان ان الفوطه اللي على جسمها بتبتدي بتتفتح، لكن في اللقطه اللي بعدها على طول بنلاقيها انها مربوطه زي ما هي. ده خطا تتابع زي اللي شفناه كتير في القناه دي، لكن الجديد هنا بقى ان الخطا ده كان مقصود، لان الفوطه لو كانت اتفكت كانت هتتكشف، وهم ما كانوش عايزينها تتكشف على الاقل في الجزء ده من المشهد. قاهر الزمن اكيد لاحظتوا انتوا بتتفرجوا على المشهد ده ان الوان الممثلين والوان الكادر كلها بتتغير لما بتتغير اللقطه. السبب ورا كده ان في اللقطه الجديده بيبتدوا يضلموا النور وبيعرضوا حاجه على البروجيكتور، بس لما ضلموا النور كان ممكن يتسبب ان مفيش حاجه تبان في الفيلم، فعشان كده لعبوا في ساتوريشن، لكنهم غيروا الساتوريشن بتاعت شريط الفيلم بتاعت المشهد كله، علشان كده اللقطه من بدايتها حتى من قبل ما يطفي النور باين ان الالوان فاقعه والاضاءه فاقعه زياده عن اللزوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك.